هذه الوقفة تقدير لكم على المجهودات الجبارة اللي راكم تقوموا بها في مكافحة هذا الفيروس أو هذا الوباء الخطير اللي راه يفك بأرواح المواطنين الجزائريين، باعتبار أن الحفاظ وحماية المواطن الجزائري هو من أولويات العمل أو المهنة تاعنا بالدرجة الأولى. أنتم راكم في الخط الأول، راكم تواجهوا في هذا الوباء الخطير، راكم تواجهوا فيه، راكم بعد اللي تاعكم عارضين روحكم للخطر، نفوسكم ولادكم والاهل تاعكم كامل. حنا رانا لهنا كيما نعاونوكم، ولكن انتم راكم في الواجهه الاولى. اذا تحيه تقدير وشكر الله يكون لكم، جزيل الشكر لكم، جزيل الشكر لكم، جزيل الشكر لكم على المجهود اللي تقوموا بها، وربي يحفظكم ان شاء الله، والله يعاونكم، والله يكمل لكم ان شاء الله هذا العمل ان شاء الله، وندعو ربي ان شاء الله لا يبعد علينا ويرفع علينا هذا الوباء في اقرب الاجل ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم. وصا صاحبي مشغايا نقف وقفه شكر وتقدير لاطبائنا وشفاء الاطباء لمواجهه هذا الوباء الخطير. انتم في الواجهه وحنا رانا معكم. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم مدير الصحة الولائية وباسمي وباسم المدير القطاع الصحي والعمال من أطباء وممرضين، نشكركم على هذه الاستفادة الطيبة التي بادرتونا بها، والمجهود الجبار الذي تعملون به، والسهر الذي سهرناه معنا لحمايتنا وحماية المواطنين. ونشكركم جزيل الشكر، ونبدلكم نفس التحية، ونقول لكم بأن نمدكم ونمد الشعب الجزائري هنا ووطننا الجزائر الحبيبة بكل ما نملك بأرواحنا. هذه المهنة اخترناها وأحبيناها، ولازم نضحوا، جاء الوقت لكي نضحوا في سبيل هذا الوطن، وأنتم مشكورين جزيل الشكر باسمي وباسم الطاقم الطبي والشبه الطبي والإداري. أنتم مشكورين، والسلام عليكم، وشكرا ومحلكم. أضم الكلمة للهلال الأحمر. في هذه المناسبة الهلال الأحمر يشكر الجميع، يشكر كل عمال المستشفى بحول حول على كل المجهودات، خاصة هذا الوباء. إن شاء الله اليوم عيد جديد، إن شاء الله ربي يفوت علينا هذا الآخر، إن شاء الله نشكركم، نشكر الجميع، وإن شاء الله نطلبوا ربي باش يروح علينا هذا الوباء إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يرحمك، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حبس طريق، حبس.